الأهمية مشاهدينا، ومستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لقوائم الانتظار. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى خلال 6 أشهر، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أصدر أوامره بقيام المستشفيات العسكرية باستقبال الحالات الحرجة المقرر لها إجراء جراحات بصفة عاجلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث يتم استقبال المريض وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية وتوقيع كافة الفحوصات والتحاليل الطبية قبل إجراء الجراحة وتقديم العلاج اللازم. نشاهد. في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء قوائم الانتظار للمرضى خلال 6 أشهر، أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره بقيام المستشفيات العسكرية باستقبال الحالات الحرجة المقرر لها إجراء جراحات بصفة عاجلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث يتم استقبال المريض وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية وتوقيع كافة الفحوصات والتحاليل الطبية قبل إجراء الجراحة وتقديم العلاج الطبي اللازم. من جانبهم أعرب المرضى وأسرهم عن بالغ الشكر والتقدير للقوات المسلحة والأطقم الطبية بالمستشفيات العسكرية على تقديم كافة سبل الرعاية الصحية وتخفيف المعاناة عن كاهلهم. لقيت الإعلام بتاعك على التلفزيون واتصال قالوا لي تعال هات الأوراق اللي وياك وتعال، كل اللي ربنا بيعينه عليه بيعمله الريس. لك قرار انتظار في مستشفى دار الشفاء، قلت بقى تتفضل تروح مستشفى الحلمية العسكري، قلت حاضر. رحنا الاستقبال وقاموا بكل شيء وكل حاجة خير إن شاء الله، وتحجزت يعني. الخدمة اللي هنا اللي شفتها يعني بصراحة ممتازة ممتازة ممتازة. جت مبادرة الرئيس السيسي فرحت، إيه ابنه راح مقدم لي فيه، كتب رقمي واسمي، ما فاتش تاني يوم بقى لقيتهم بيتصلوا بيا بيقولوا توجه المستشفى الجلال للقوات المسلحة. فجيت على هنا الحمد لله وكل حاجة ماشية مية مية الحمد لله. ولما شفنا على الخط الساخن الرقم بتاع وزارة الصحة اتصلنا عليه، وخلال أيام لقينا المستشفى هنا بتتصل علينا وبيحددوا لنا ميعاد اللي هو النهاردة، وده أحسن قرار سمعته من رئيس جمهورية مسك مصر. أنا عمري 70 سنة. قالوا لي تروح المستشفى العسكري بتاعت الجيش دلوقتي، ما بيش مصدق نفسي من فرحتي، حسيت ان انا خفيت. جيت المستشفى وعنه لازم على اكمل وجه. ياتي ذلك في اطار الدور الفعال التي تقوم به القوات المسلحة لدعم منظومة الرعاية الطبية لكافة ابناء الوطن بمختلف محافظات الجمهورية. خلينا نقول ان الانجاز في مجال الصحة من الانجازات الهامة والمطمئنة، وغير كده كمان ان هو انجاز بيبعث على الامل والمساعدة على الانتاج. ربنا يشفي كل مريض يا رب ان شاء الله، ونعيش دايما في صحة وسعادة. تعالوا نكمل اخبار